لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما ندعو سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماع مرحوم، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه شخصية عرفت بالتوازن في العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، شخصية متوازنة بين العلم وبين العمل بالعلم والعبادة وتطبيق ما تعلم وبين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المثلث متساوي الأضلاع، نحن في حاجة إلى شخصيات تكون قريبة من ذلك ومثل ذلك، أن تكون هذه الشخصية تجمع بين العلم، يعني تطلب العلم، تتعلمه، تحفظ قرآن، تعمل به، مع قضية العمل، العبادة، التطبيق، الزيادة في الجانب الإيماني، جانب العبادة، أيضا الجانب الثالث قضية الدعوة إلى الله عز وجل والعمل لدين الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الدعوة وعلى تبليغ العلم ونشره في واقع الناس. هكذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. تكلمنا في المرة الماضية عن سبب إسلامه وجانب من جوانب العبادة عند عبد الله بن مسعود، وكيف كان حريص على قراءة القرآن وحفظه، وكيف كان حريص على قيام الليل وعلى الصلاة وعلى الخير والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قيل كان من أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة وتطبيق ما يتعلم من السنن رضي الله عنه وأرضاه. يقول المصنف، وهنا وقفنا، لقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود بكتاب الله أنه كان يقول، يعني عبد الله بن مسعود بلغ من علمه من كتاب الله حتى أنه قال: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحد أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا، أي أستطيع أن أصل إليه، لأتيت. وهذا ينبيك عن مدى علم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعه فيها أحد. يعني عبد الله بن مسعود أخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعه فيها أحد رضي الله عنه وأرضاه. وهنا نقول
تأمل في بداية ابن مسعود. قلنا في المرة الماضية أن عبد الله بن مسعود كان من أسباب إسلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غنم وكان عبد الله بن مسعود غلام يرعى، فلما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي علمني، فقال له صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم، لأن عبد الله بن مسعود ساعة إذ لما استأذنه النبي في شاه أو استأذنه في لبن من الغنم فقال الغنم ليست لي وأنا مؤتمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به لما قال علمني، قال إنك غلام معلم. وهنا عبد الله بن مسعود سلك طريق العلم بعدما أسلم، والعلم إذا أردت تحصيله عليك أن تبدأ وعليك بالاستمرار والصبر على الطلب، هذه ثلاثة. كثير من الشباب يبدأ لكن الأزمة أنه لا يستمر ولا يصبر. فعبد الله بن مسعود بدأ وصبر واستمر، حتى أننا الآن نسمع كلامه يقول والله ما أعلم رجل أعلم مني بكتاب الله وأعلم كل آية سبب نزول الآية ولما نزلت، ولو أعلم أن أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيته. تستشعر أن عبد الله بن مسعود إلى آخر لحظة كان عنده استعداد للتعلم واستعداد للطلب. الإشكالية اليوم مع كثرة الشهوات والشبهات والفتن المحيطة بنا في كل مناحي الحياة، في كل مناحي الحياة بما تحوي هذه الكلمة، لكن لا زال البعض يهمل قضية العلم والتعلم. لذلك سلف هذه الأمة كانوا من أحرص الناس على العلم، حتى أن الإمام أحمد قال حاجة الناس للعلم أكثر من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن الناس يحتاجون للعلم مع كل نفس. ولما قيل ابن المبارك، وكان عالم من علماء هذه الأمة عبد الله بن المبارك، قيل له إلى متى تسمع الحديث وإلى متى تطلب العلم؟ قال إلى الموت، يعني أنا أطلب وأتعلم إلى الموت. وقال الإمام أحمد المحبرة إلى المقبرة، يعني كانوا يبدأون ويستمرون. البعض اليوم ممكن يبدأ في الحفظ لكن لا يستمر، قد يبدأ في الطلب والدخول في حلقة لكن لا يستمر. لذلك هم تعلموا وردوا على الشبهات والشهوات بعلم وبصيرة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك طلب العلم أجره كبير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني أفضل الناس هم الذين يحملون العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن يرد الله به خير يفقهه في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. لذلك طلب العلم صفة مهمة جدا. المهم أنت الآن، هل أنت مستمر في الطلب وفي الزيادة في طلب العلم، أم أن البعض لا يطلب ولو طلب العلم لا يذاكر ولا يستحضر الأدلة ويحفظها ولا يعمل بها؟ السلف كانوا يقولون كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كيف يحفظون العلم؟ يعملون بالعلم.
إذا تعلمت حديث، إذا تعلمت آية لابد أن تعمل بها. وهذا كان ديدن السلف في السماع، في سماع العلم وفي سماع الآيات والأحاديث. كانوا إذا سمعوا آية كانوا ينشغلون بالعمل. لما نزل قول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقال الصحابة يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا بالصلاة والصيام والعمل الصالح، وهذه الآية لا نطيقها. لأن الصحابة هم كانوا بيسمعوا عشان إيه؟ عشان يعمل، بيسمع عشان إيه؟ ينفذ. فأول ما سمعوا الآية قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، وهذه الآية لا نطيقها. لأن الآية بتقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تخيل أن الله عز وجل يحاسبك على ما في قلبك، على ما لم تتكلم به، والله نهلك. فقال لهم النبي أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل آية تنسخ هذه الآية. الآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك هم لما سمعوا الآية من أول وهلة فكروا في ماذا؟ فكروا في العمل، فكروا في التطبيق. لذلك وأنت تسمع الدرس، وأنت تسمع المقطع، وأنت تسمع المحاضرة، وأنت في حلقة العلم، يجب أن تنشغل بماذا؟ تنشغل بالتطبيق، تنشغل بالعمل، تنشغل بما ينجيك من النار. فعبد الله بن مسعود يقول لو أن هناك رجل تبلغه المطايا لأتيته لأتعلم منه كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك عبد الله بن مسعود كان عنده وجود استعداد دائم للتعلم. لذلك أقول لك إذا كان عندك استعداد للتعلم فهذه نعمة، حافظ عليها. إنك عندك استعداد إنك تتعلم، عندك استعداد إنك تتعلم حتى تواجه الفتن والشبهات، وحافظ على هذه النعمة. لو كنت في حلقة حافظ عليها ولا تتركها أبدا. لو كنت في حلقة حفظ حافظ على حفظك للقرآن. إن كنت في حلقة تعلم عقيدة أو توحيد أو قضايا فكرية أو أي نوع من أنواع العلوم الشرعية فحافظ على العلم والتعلم حتى تنال الخير وتنال الخيرية كما نال الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول المصنف لم يكن عبد الله بن مسعود مبالغا فيما قال عن نفسه، يعني عبد الله بن مسعود لم يكن مبالغ فيما قال، بل هذه شهادة من؟ شهادة النبي. الرسول قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. وكان الصحابة يشهدون له بالعلم. عبد الله عمر بن الخطاب لما رأى عبد الله بن مسعود قال كنيف ملئ علما عن عبد الله بن مسعود، يعني رجل تضلع بالعلم رضي الله عنه وأرضاه. وكان الصحابة يعرفون له فضله ويعرفون له علمه رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورد المصنف يعني صاحب الكتاب قصة، قال فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يلتقي ركب في سفر من أسفاره، يعني عمر مسافر في سفر من أسفاره وخيم الليل ونزل الركب للمبيت،
فرأى عمر نار على مرمى البصر، نار من بعيد يعني، فنادى، فقال عمر لأحد الناس معه: نادي عليهم. عمر بن الخطاب أمر رجل أن ينادي هذا الركب في الليل لا يرى بعضهم بعضا، يحجبهم الليل. فقال عمر لأحد الرجال معه: نادي عليهم وقل لهم من أين القوم. فكان في الركب الآخر ابن مسعود، فأجاب عبد الله أي ابن مسعود يعني، قال: من الفج العميق، يقصد من بلاد العراق يعني. فقال عمر: اسألهم أين تريدون؟ فقالوا: البيت العتيق. فقال عمر: إن في القوم عالم. هذه الألفاظ ألفاظ علماء، الفج العميق والبيت العتيق. عمر عرف أن في القوم عالم من إيه؟ من ألفاظ. فلما تجد في الشباب مهرجانات تعرف أن الجهل إيه؟ لما تلاقي الألفاظ، ألفاظ سرسجية وألفاظ سوقية وألفاظ يغلب عليها الشتم والسب، فاعلم أن هناك جهل عند هذا الإنسان. لذلك أنصح طالب العلم وأنصح المسلم ألا يستخدم هذه الألفاظ ولا يرددها ولا تستسهل، لأن في بعض الشباب يظن أنه بذلك يكون متميز إذا استخدم ألفاظ الفشلة والمنحرفين والساقطين أخلاقيا وسلوكيا من الفنانين والفنانات ويستخدم ألفاظهم، فهذه علامة فشل وعلامة حرمان وعدم توفيق. المهم أنك أنت وأنت بتسمعني الآن، لأني أحيانا أرى وأسمع حتى ممن وسم بالتدين بعض هذه الألفاظ وطريقتهم، فالشاب المتدين المسلم حقا وصدقا لا يستخدم إلا الألفاظ التي تدل على الفضيلة وعلى الخير وعلى الرحمة، واستعمل الأدب الأدب الأدب، لأن قلة الأدب أصبحت ظاهرة اليوم في الألفاظ الكلمات وعلى الصفحات وعلى المواقع وفي الطرقات والمواصلات. لذلك الأدب اجعله عنوانك، اجعل من يراك يدعو لمن رباك، كن إنسان صاحب ألفاظ سنية تردد الآيات والأحاديث في كلامك، استعمل كلام الأفاضل والسلف، وإياك وكلام المنحرفين الساقطين. فعمر بن الخطاب قال: إن في القوم عالم. لا، في عالم في هذا الركب، وهذا معناه إن العالم إذا كان في مكان أثر في ركبه. أنت الآن إنسان متدين في جامعتك، في مدرستك، في مصنعك، في سوقك، في حيك، في عملك، الأصول تؤثر فيه، في من حولك. لكن البعض اليوم بدأ يتأثر به، هو يتأثر بمن حوله، أصبح يجاريهم، يحاكيهم، يتكلم بطريقتهم، بل البعض أصبح يستحي أن يستخدم الألفاظ الشرعية ويستخدم ألفاظ السلف كإلقاء السلام وك الشكر بكلمة جزاك الله خيرا، يردد ألفاظ السنية، ألفاظ الصحابة والسلف، لا أصبح يستحي، يريد أن يتكلم، إذا تكلمت معه يقول لك موافق، يقول لك أوك يا شيخ، وأنا على الويتنج، وانزل من على ودني. هذه ألفاظ ألفاظ مش ألفاظ طلبة علم، ألفاظ سوقة. لكن عبد الله لما كان في راكب أثر، وعمر قال: إن في القوم عالم. طيب عمر عرف هذا الأمر من ألفاظ القوم، من ألفاظ المجموع،
فقال عمر إن في القوم عالم. طيب ما دام في القوم عالم إذا نستغل الوقت فيه، استغل الوقت فيما ينفع، فيما يفيد، فيما يعود علينا بالنفع. واعلموا إن ما جلس قوم مجلس، احذروا يا شباب، ما جلس قوم مجلس لا يذكر اسم الله فيه إلا كان عليهم ترى، ترى يعني إيه؟ يعني حسرة وندامة في الآخرة. ما جلس قوم مجلس لا يذكر اسم الله فيه إلا كان عليهم ترى، وفي حديث آخر إلا كأنهم قاموا على جيفة حمار، يعني نالوا من القزورات والألفاظ. تخيل لو أن بعض الشاب ممكن يتساهل فيجلس جلسة فيها خمر وفيها عشيش. الرسول يقول ملعون عليه لعنة الله ورسول من جلس مجلس تدار فيه الخمر، عشان ما تصاحبش اللي بيشرب خمر أو اللي بيشرب سجاير، أو تجلس في جلسات فيها أغاني وفيها حرام وفيها منكر، هذه تؤثر فيك. طيب تخيل لو أنك جلست مجلس، ما جلس قوم مجلس يذكرون اسم الله فيه إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وغفر لهم سبحانه وتعالى، فشتان بين مجلس يستفاد منه ومجلس يكون يعقبه ندامة وحسرة غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأنت من تجالس؟ وإذا جلست في مجلس هل يكون فيه ما ينفع وما يفيد، أم يكون فيه ما يضر ويعود عليك بالضرر في الدنيا وفي الآخرة؟ الرسول عليه السلام لما خرج دخل المسجد وجد الصحابة جلوس، قال ما الذي أجلسكم؟ تعدين ليه؟ قالوا جلسنا نذكر الله. فقال النبي الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ يعني بالله عليكم أنتم ما جلستم إلا لذلك؟ قالوا والله ما جلسنا إلا لذلك. قال أما إني ما سألتكم عن شك، أنا مش شاكك في كلامكم لكن أتأكد فقط، غير أنه أتاني جبريل وقال يا محمد إن الله يباهي بهؤلاء الملائكة. لما يجلس يتعلم العلم، يجلس يذاكر العلم الشرعي، يراجع ورده من حفظ القرآن، يصلي، ينشغل بما ينفع. لأن بعض الشباب اليوم أصبح متساهل في هذه الأمور وأصبح يقضي وقته كله فيما لا ينفع ويعود عليه بالضرر على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره، ويجعل في ميزانه السيئات، وأنت غدا موقوف مسؤول محاسب. فقال عمر فنادي عليهم، قال لأحد الرجال معه فنادي عليهم فقال أي القرآن أعظم، أي آية في القرآن أعظم؟ فأجاب عبد الله بن مسعود، ما هم مش عارفين ده عبد الله يعني، فأجاب فقال أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، هذه أعظم آية. عارفين أعظم آية ليه؟ لأنها تكلمت عن إيه؟ عن التوحيد، عن الله. إذن أعظم عبادة يقوم بها العبد التوحيد، أعظم حسنة، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، صرف العبادة لله. تخيل بقى لو حضرتك بتطلب العلم في علم التوحيد، تتعلم العقيدة وما ينفعك، كيف تتعامل مع الله، كيف تعرف أسماءه وصفاته. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال عمر فنادهم فقل أي آية في كتاب الله أحكم، أي آية في القرآن أحكم؟ فقال عبد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون. فقال
عبد الله بن مسعود لما أي آية أحكم في القرآن قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. سفيان الثوري سفيان بن عيينة لما فسر الآية دي عليه قال إن الله يأمر بالعدل، قال العدل أن يتساوى الظاهر والباطن، يتساوى إيه؟ ظاهر العبد وباطنه، تتساوى الجوارح وعمل القلب يتساووا، والإحسان أن يكون السر أفضل من العلن، لما تكون بعيد عن الناس تكون أفضل وانت مع الناس، والفحشاء والمنكر بأنك تكون في العلن أفضل من السر. في العلن ما شاء الله عليك ملتزم وبتحضر درس، وفي السر بتنتهك الحرمات وتفعل القاذورات وما يغضب الله. ده كلام من؟ كلام سفيان بن عيينة. وقال علي بن أبي طالب إن الله يأمر بالعدل، قال العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. وقال العلماء قالوا إن الله يأمر بالعدل، قال التوحيد والشرائع والعقائد. فهذا هو تفسير السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال عمر فنادي عليهم فقل أي آية في كتاب الله أجمع، آية جمعت، أجمع آية. فقال عبد الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه إيه؟ أجمع آية في القرآن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لو سيدة عائشة كان يكون معها حبة العنب فيأتي السائل فتعطيها له حبة عنب فيقول لها يا أم المؤمنين ماذا تغني عنه، فتقول كم فيها من ذرات رضي الله عنها وأرضاه، ده فيها حسنات كثيرة. طب أنت إيه أخبارك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اتقوا الله ولو بشق تمرة. فحافظ على حسناتك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والرسول قال في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب. إيش محقرات الذنب؟ اللي أنت تقول إيه دي صغيرة يعني جت على دي أنا أحسن من غيري، صح؟ إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. محقرات الذنوب دي سهلة دي سهلة دي سهلة فيجتمعن عليك. قال الله أحصاه الله ونسوه، الله عز وجل وما كان ربك نسيا. لذلك دي أجمع آية. طيب تعلم منها هي الآية دي، تعلم منها إنك أنت تحافظ على نفسك ولا تهلكها، وتحاول تجمع حسنات وتجمع طاعات وتجمع عمل صالح، وإياك وجمع السيئات والمنكرات وما يغضب الله سبحانه وتعالى. فقال عمر فنادي عليهم فقل لهم أي آية في كتاب الله أخوف، إيه أكثر آية بتخوف؟ فقال عبد الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه سبب نزول الآية. يقول قتادة والسدي تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابك. فقال المؤمنون نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا مهيمن على كتابكم. كأنهم انشغلوا به بالمفخرة. فأنزل الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. العمل التطبيق. وأهل الكتاب لو أنهم سمعوا وأطاعوا لرسلهم لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا عيسى قال مبشرا بنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
فأهل الكتاب ظلوا وانحرفوا وظلوا السبيل. وأهل الإسلام لو تمسكوا بشريعتهم وأقاموها كما أمر سبحانه وتعالى لكانت لهم الجنة في الآخرة، جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه الآية تقول إن دخول الجنة بأسباب ودخول النار بأسباب، فمن أراد الجنة فليأتي بأسباب دخول الجنة، التوحيد والاستقامة عليه، ومن أراد الفرار من النار فليترك الشرك حتى لا يخلد في نار جهنم. فقال عمر نادي عليهم قل لهم أي آية في كتاب الله أرجى فيها رجاء يعني. فقال عبد الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه آية عظيمة، مهما بلغت ذنوبك فإياك أن تقنط من رحمة الله، عليك أن تتوب واعلم أن الله غفور رحيم جواد كريم والله يريد أن يتوب عليكم. فقال عبد الله بن مسعود، فقال عمر فنادي عليهم فقل لهم أفي القوم عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود معكم، أفي القوم عبد الله بن مسعود؟ فقالوا اللهم نعم. عمر بن الخطاب لما سأل هذه الأسئلة ورأى هذه الإجابات فقال عبد عمر يستحيل أن هؤلاء ما يكونش مع عبد الله بن مسعود، فقال أفي القوم عبد الله بن مسعود؟ فقالوا اللهم نعم. فيها انشغال السلف بالقرآن، صح؟ عارفين السلف كانوا منشغلين بالقرآن زي ايه؟ زي انشغالنا احنا بالهواتف بالضبط، والله كانوا منشغلين بالآيات والأحاديث مثل انشغالنا احنا اليوم بالهواتف، لذلك كانت حياتهم المحور فيها الكتاب والسنة والانشغال بتعلم القرآن وحفظه والقيام به، وهذه أعظم عبادة يقوم بها العبد. وإلا في القيامة الله عز وجل ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا القرآن وهجروا تلاوته والعمل به. فأين نحن من القرآن خصوصا بعد رمضان؟ لازال لك ورد ثابت؟ لازالت لك علاقة بالقرآن؟ ابن تيمية عليه رحمة الله عالم جليل وجهبز ورجل انشغل بالعلم وتعليمه وبتدوين العلم وبالجهاد بالسيف وبالقلم وبلسانه، وقضى جل حياته يعلم العلم ويدعو إلى الله ويواجه المبتدعة، وسجن واعتقل وألف وكتب وترك علم غزير. في آخر حياته يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت انشغلت بالقرآن أكثر. شيخ الإسلام، يعني أعداء شيخ الإسلام اللي كانوا في زمانه بيقولوا إيه عن شيخ الإسلام، أعداؤه مش التلامذة بتوعه، قال أحدهم والله ما رأت عينه مثل نفسه، يعني هو مشافش لي زيه، ثم قال والله ما رأيت مثله، عن شيخ الإسلام. تخيل دولة، مين بيقول كده؟ أعداؤه شيخ الإسلام. الكتب اللي كتبها قعدوا يحصروها، قالوا الكتب اللي ألفها عشان يكتبها لو كل يوم يكتب 40 صفحة يبقى من يوم ما اتولد لغاية لما مات كل يوم يكتب 40 صفحة عشان يتمم ايه الكتب اللي كتبها ده، الكتب بس. طيب جهاده
ده اعتقل أكثر من مرة، ومع هذا يقول أنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لانشغلت أكثر بالقرآن. عليه رحمة الله، وهو في محبسه اللي مات فيه في دمشق في القلعة ختم القرآن في محبسه 83 مرة، المرة اللي اعتقل فيها دي، ومات وآخر آية تلاها وهو بيموت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لم يتزوج، عاش 63 سنة ولم يتزوج، وكان في جهاد، ومع ذلك يقول يا ليتني انشغلت بكتاب الله أكثر. طب احنا نقول ايه بقى؟ انت اخبار القرآن، ايه اخبارك مع كتاب الله؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. فنحن فعلا فعلا نحتاج ان يكون لنا ورد ثابت من القرآن كل يوم، وكلما استكثرت انت تستكثر من الخير، يكون عندك ورد جزء اثنين ثلاثة حسب الطاقة، ولا بد من الضغط على نفسك، ودعك من الكسل والترهل، ودعك من حياة الكسل والوخم، حياة يعيشها البعض اليوم أصبح يقضي جل وقته فيما لا يعود عليه بالنفع. طب والقرآن، الكتاب والسنة، من لهم ومن يقوم بهم إن لم تقوم بهم أنت؟ فهذا كان حال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا موقف عابر فضلا على إن آلاف المواقف بل أكثر تدل على اهتمام السلف بالقرآن. وقال عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو أن القلوب طهرت لا تشبع من القرآن، لكن أصبح اليوم في تقصير، أسأل الله أن يغفر لنا وأن يسامحنا على هذا التقصير. لذلك نحن نريد أن نحسن العلاقة مع القرآن، والقرآن شفيع لمن انشغل به في الدنيا، ويحاج عنك في القيامة ويقودك للجنة. طب وإن ضيعته وأهملته يسوقك إلى النار عياذا بالله. فإحنا محتاجين نضبط العلاقة مع القرآن. فبالله عليك انشغل بقى بالقرآن، نزله على التليفون بتاعك فاقرأ كل يوم، هتستفيد. اخوانا في قبر، القبر هذا يحتاج إلى حسنات، وأفضل حسنات القرآن، كتاب الله. والله والحسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فانشغل به، اعطيه شيء من وقتك ولا تهمله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن عبد الله بن مسعود قارئ وعالم وعابد وزاهد فحسب. وعبد الله بن مسعود المصنف بيقول لك عبد الله بن مسعود لم يكن عبد الله بن مسعود قارئ وعالم وعابد وزاهد فحسب، بل إنما كان ابن مسعود قويا حازما مجاهدا مقداما إذا جد الجد. عبد الله بن مسعود كان إذا جد الجد وحزب الأمر يكون عبد الله بن مسعود في الصفوف الأولى رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود معروف، يعني إنسان هو أصلا قصير معروق، معروق يعني رفيع. يعني عبد الله بن مسعود لما صعد يوما على شجرة الإراك اللي بتاعت السواك عشان يقطع سواك،
صعد على الشجرة فالصحابة رأوا دقة ساقيه، شافوا رجليه دقيقة رفيعة يعني، فضحكوا من دقة ساقيه. فقال النبي: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيدي لهما عند الله أثقل من جبل أحد. جبل أحد ده مسيرته بيقولوا 18 كيلو وعرضه 3 كيلو. ساق ابن مسعود أثقل من أحد. يبقى طب قلبه شكله إيه بقى؟ قلبه، إيمانه، يقينه. رضي الله عن عبد الله ابن مسعود يقول: اجتمع الصحابة يوما، لأن عبد الله بن مسعود كان أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله. أول من جهر بالقرآن يعني أول من أسمع المشركين القرآن عبد الله بن مسعود بعد النبي طبعا. تخيل يعني عبد الله بن مسعود شخصية سابقة، يعني يعني شخصية يسبق مقدام. ده في بعض الشباب النهاردة لو هو لوحده وعملت له امتحان هيطلع التاني، لأنه ما بيحبش ما بيحبش يتقدم للمهام العظيمة. لكن في التفاهة، التفاهة لا، ده استاذ ورئيس قسم في التفاهة، تافه جدا أو الله. لكن في الأمور اللي فيها جد، في اللعب لا يلعب. طب والجد؟ لا تجد إلا قليل، إلا من رحم ربي وقليل ما هم. فعبد الله بن مسعود كان أول من أسمع وأول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فقد اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانوا قلة مستضعفين، عددهم بسيط ومستضعفين. فقالوا، شوف تفكيرهم فيهم، كانوا قلة فقراء، ما اشتغلوش بالأرزاق، الرزق عايج ازاي، همهم ايه الدعوة، همهم ايه الإسلام، همهم الدين. الهموم دي النهاردة تأخرت، نسأل الله أن يعافينا ويسامحنا جميعا. هموم العمل للدين، الدعوة، القيام بالأمر، والدعوة شأنها عظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وابن القيم بيقول: تبليغ سنة رسول الله للخلق أفضل من تبليغ السهام في نحر العدو. يعني واحد بيرمي السهام في نحر العدو وواحد يبلغ سنة النبي. قال: لأن تبليغ السهام وإلقاء السهام في نحر العدو يقوم به خلق كثير، أما تبليغ سنة رسول الله لا يقوم بها إلا ورثة الأنبياء. إنك أنت تكون قائم لله بحجة في أي مكان بقى، في مصنعك، في حيك، في قريتك، في مدرستك، في جامعتك، في السنتر، في أي مكان أنت فيه، تكون حريص على تبليغ السنة ونشر الخير والمعروف في الناس، نشر الدعوة. فالصحابة كانوا مستضعفين، كانوا يقولون: هل من رجل يقوم يسمعهم القرآن؟ لو في واحد مننا يقوم يعمل ايه؟ يسمع المشركين دولة القرآن، يسمعهم القرآن. طب هم يعلموا جيدا ان عقبة ذلك ايه؟ هيبقى في أذى، لكن هم يتحملون ايه؟ الأذى. ده كانوا في واقع في مشركين، ده احنا اليوم في واقع ما فيش مشركين، الناس مسلمة. ده تلاقيه بيركب ميكروباص وبشغل اغاني بتاع الميكروباص، يخاف يقول له، اقول له ما اقولوش، اقول له ما اقول، من محطه مصر لغايه العمريه وينزل تحت كبري ما يقولش برضه. ليه؟ يهاب الناس، محرج، تحرج. صحابه بيقولوا: هل من رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: انا
انت يا عبد الله مسعود لا من عائلة كبيرة ولا له عصبة ولا احد يمنعه، ومعروق وضعيف البنية. مش بتعرف ان الامور دي مش بالجسد، الامور دي بايه؟ بالايمان، الامور دي بحب الله. فقال انا اقوم لهم، انا حقومه. فقالوا نخشى عليك، انما نريد رجل له عشيرة تحميه وتمنعه، نريد عشيرة تحميه وتمنعه منهم إن أرادوه بشر. وابن خلدون بيقول إيه؟ الحق يحتاج إلى عصبة. يعني إيه؟ يعني الحق يحتاج إلى عصبة تحميه. تخيل بقى حضرتك من قبيلة وعائلة، وأغلبكم كده اللي بيسمعني عوائل وقبائل، يعني في الآخر إيه؟ محدش هيكلمك، يا ابن مين ده؟ ابن عيلة فلان، خلاص. يعني أنت معاك إيه؟ معاك اللي مش مع عبد الله بن مسعود. بس أين القلوب؟ وأين التفكير؟ أصبحنا نستخدم العصبيات في إيه؟ في البلطجة على الأراضي. نستخدم العصبيات في إيه؟ في إيذاء الناس. في الكورة. فيما لا ينفع. لكن أين من يستخدم عصبيته ووجاهته وما له من قوة في المجتمع لخدمة الإسلام؟ المعنى ده أصبح للأسف قليل. وفي ناس فيهم خير ويقولون كلمة الحق. يعني عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله ابن رواحة، عبد الله بن رواحة قعد مرة في مجلس، في مجلس، والمجلس فيه أخلاط. يعني إيش أخلاط؟ يعني مسلمين ومشركين ويهود، أخلاط يعني. فمر عليهم صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان النبي مر عليهم يركب على حمار، والحمار ماشي وبيعمل عفرة. فالرسول لما اقترب منهم، مين موجود؟ ابن سلول. مين ابن سلول؟ المنافق، رأس المنافقين، وما أكثرهم اليوم. منافق. أول ما النبي جه خمر ثوبه، خمر وجهه، جاب الطرف الثوب ووضعه على خاشه، فقال أيها الرجل، يعني أنت أذانا نتن حمارك. بيقول النبي نتن حمارك أذانا. فوقف النبي عليهم يدعوهم إلى الله ويكلمهم. فقال له ابن عبد ابن أبي بن سلول، أيها المرء، شوف الكبر، قال له إيه؟ مش عارف محمد بن عبد الله؟ قال أيها المرء، إن كلامك حسن فلا تخشانا في مجالسنا، اذهب فمن أرادك فليأتيك عندك. طبعا هذه فيها إحراج لمن؟ مين موجود؟ عبد الله بن رواحة، رجل الإيمان يتوقد في قلبه. فقال يا رسول الله، والله إنا نحب أن تخشانا في مجالسنا، وإنا نحب أن نسمع منك، وهذا منافق. انتصر لمن؟ لرسول الله. فقام الحيان، قبيلة عبد الله بن رواحة وقبيلة من؟ فأخذ النبي يخفضهم، باللغة بتاعتنا يعني يحجز بينهم، حتى هدأ الأمر، ثم تركهم وانصرف. لكن ابن رواحة استخدم ايه؟ عصبيته في ايه؟ في الحق. فهم بيقول عبد الله بن مسعود، انت 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 الان انت مدرس ولك وجاهة في فصلك، طب ما تستخدمها. انت طالب متفوق في جامعتك او في مدرستك، او انت انسان لك حضور في قبيلتك وفي عائلتك وفي حيك، فلماذا لا تستخدم هذا
وهذه النعمة اللي ربنا عز وجل أعطاها لك في الحق وفي المعروف وفيما ينفع ويفيد. فقالوا لعبد الله: أنت ضعيف، يعني ليس لك قبيلة تحميك ولا عصبة، نخشى عليك أن يصيبك سوء. فقال لهم: دعوني والله لأسمعهم القرآن، أنا حنسمعهم القرآن ونخليهم يسمع القرآن. فخرج حتى أتى إلى مقام إبراهيم بجوار الكعبة، وقريش حول الكعبة في أنديتها، فقام فيهم فأخذ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أخذ يقرأ سورة الرحمن بأعلى صوته، فالتفتت قريش، قالوا: من هذا؟ ما هذا؟ قالوا: هذا ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود، يسمعنا ما جاء به محمد. فقالوا: قوموا عليه، قوموا عليه. فقاموا عليه يضربوه بأيديهم بأرجلهم وبما في أيديهم وهو يقرأ القرآن، حتى تركوه وظنوا أنه قد مات من كثرة الضرب، تركوه فمشى. فجاء لأصحابه قالوا: ألم نقل لك إنه سينالك منهم أذى؟ فقال: والله لو شئتم لأن أرجع إليهم وأسمعهم القرآن ثانية، فهم أقل في نظري الآن. كانوا يستعذبون العذاب في سبيل الله، يستعذبون الأذى في سبيل الله، تخيل. طب إيه اللي خلى عبد الله بن مسعود يصبر؟ عارفين إيه؟ قيامه بالليل وصيام النهار وطلبه للعلم اللي خليه يصبر. اللي خلى الإنسان يصبر على التزامه عبادته وطاعته وطلبه وقيامه وصيامه. طب لو انك انت ما عندكش قيام ولا صيام ولا استغفار ولا طلب علم لن تصبر. فقال: والله لو شئتم ان ارجع اليهم ثانية فاسمعهم لفعلت. قالوا: لا، جزاك الله خيرا، يعني هذا يكفي، لقد اسمعتهم ما يكرهون. فتخيل الروح اللي عند عبد الله بن مسعود، روح ايه؟ روح ممنعة، روح ايه؟ مقاومة، روح فيها همة وفيها حرارة. ايش اخبار حرارة العمل للدين اليوم؟ حرارة الدعوة، حرارة الالتزام والتدين ضعفت عند بعضنا، لكن حرارة الإيمان وقود الفهم والإدراك والإيمان والعمل الصالح يجعل الإنسان لا يخشى في الله لومة لائم. نحن لا نقول عرض نفسك للمخاطر ولا عرض نفسك للهلكة، لكن نقول لابد من القيام بالأمر، ونحن قوم نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر أيضا بالمعروف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لذلك لابد من القيام بأمر الدعوة، خصوصا أن احنا في مجتمع مسلم، مصر دولة مسلمة ومجتمع مسلم، والشعب المصري شعب متدين بطبعه رغم أنف العلمانية، رغم أنف العلمانية، الشعب المصري شعب محب لدينه ولسنة نبيه، بس محتاج ايه؟ واحد يتحرك، صح ولا لا؟ والا العلمانية، عارفين كلمة ان الشعب المصري متدين بطبعه؟ العلمانية يتمنون انها تزول. اوعى تستهزئ من هذه الكلمة، انت حاول تقولها كتير، وفعلا الشعب المصري شعب متدين بطبعه، شعب محب لأمر الله ولسنة رسول الله، بس محتاجين ايه؟ واحد يقوم فيهم، تحرك.
والله العظيم الناس فيها خير، وربي الشباب فيهم خير، أقسم بالله المجتمع فيه خير، بس من يقوم لهم؟ من يكلمهم؟ من يمد يد العون وينصحهم ويذكرهم ويأخذ الناس إلى الخير؟ وإلا العلمانية اليوم يبغونها عوجا، لا يريدون أسرة، يريدون زنا ولواط وسحاق وشذوذ وإلحاد، يبغون، لأن أسيادهم من الغرب، وهم قد يمموا وجوههم قبل الغرب والبيت الأبيض، خلي بالك، ويريدون هكذا. فلابد من دعوة وحركة وعمل، وليكن ما يكون يعني. لذلك قضيتك أنت إنك تعمل، وإحنا دعوة، لا إحنا بتوع صدام ولا بتوع تثوير ولا بتوع ولا عندنا رهق وطيش في قضية التكفير، إحنا قوم عندنا انضباط، عندنا انضباط، ونفرق بين النوع والعين، ونحن نسمع هناك أناس من يتكلمون بالكفر، لكن لا نقول هذا كافر بعينه، لأنه جاهل متأول لا يفهم من عم عليه. هناك أناس يتكلمون بكلام كفر والله، لكن لابد أن إحنا نتحرك ونعمل وننشط في الدعوة إلى الله عز وجل، ونتعلم العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. شيخ الإسلام يقول وتحصيل البصيرة من الفرائض، أن تكون عالم بما تأمر، عالم بما تنهى، رفيق في أمرك ورفيق في نهيك، وتصبر على أمرك وتصبر على نهيك. هذا ديدا السلف الصالح. عاش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه زمن مديد على العهد وعلى السبيل والطريق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى مرض في عهد عثمان بن عفان، في خلافة عثمان مرض ونزل به الموت، فجاءه عثمان عائدا، سيدنا عثمان أتى ليعوده في مرضه. وأنا هنا مش هنذكر الكلام المذكور، لأن الكلام فيه ضعف، لكن هنذكر الكلام الذي ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء. يقول فلما مرض عبد الله فعاده عثمان بن عفان، فقال له عثمان ما تشتكي؟ أنت تعبان منين؟ ما تشتكي؟ قال ذنوبي. سيدنا عبد الله عثمان بيقول له ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قال وما تشتهي؟ قال رحمة ربي. سبحان الله، يقول له انت تشتكي من ايه؟ قال ذنوبي. قال ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال ألا آمر لك بطبيب؟ آمر لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني، يعني ربنا إيه؟ أمرضني، ابتلاني بالمرض يعني. سيدنا عثمان يقول لي نجيب لك دكتور يعني، فهو قال أأتي لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني، يقصد الله سبحانه وتعالى. فقال له ألا آمر لك بعطاء من بيت المال؟ فقال لا حاجة لي فيه يا أمير المؤمنين.
شوف همومهم. قال ما بك؟ ما تشتكي؟ قال ذنوبي. طب احنا نقول ايه؟ كان عبد الله بن مسعود يقول كده. والله العظيم احنا عندنا جرأة عجيبة والله. قال ومما تخاف؟ قال ذنوبي. قال وما تشتهي؟ قال رحمة ربي، أن يعفو عني سبحانه وتعالى. سلف أو لا، يعني فعلا الكلام عن السلف يحيي القلوب. أو والله أحد السلف لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول اللهم اغفر للشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة، اللهم اغفر وارحم. سبحان الله. سيدنا حذيفة لما نزل به الموت فوصل الخنق إلى فأخذ يقول أخنق أخنق والله إني أحبك. وبلال لما نزل به الموت دخلت ابنته تبكي، بنته بتبكي، فقال يا بني لا تبكي، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه رضي الله عنهم وأرضاهم. فيشتهون رحمة الله عز وجل، هذا هو الوصول حال المؤمن يعني. ثم لما أتى الليل لحق عبد الله بن مسعود بربه سبحانه وتعالى، دفنوه الصحابة في البقيع، نزل به الموت وهو ذاكر لله، لسانه رطب من ذكر الله، لسانه يردد الآيات. طيب ليش لسانه يردد الآيات عند الموت؟ لأنه عاش إيه؟ من عاش على شيء. اوعى تفكر، بعض الشباب يفكر أن يعيش يلعب ولما يموت حينطق الشهادة. اللي يعيش بالطاعة حيختم له بطاعة، واللي يعيش يلهو زي ما قال ابن القيم في الداء والدواء، فيقول لأحدهم قل لا إله إلا الله، قال كافر بها. إذ آخر يقولون له قل لا إله إلا الله، أخذ يقول رخيصة وعلى شارعين، هذا كلام آخر غير ابن القيم. وآخر يقولون له قل لا إله إلا الله، ابن القيم ذكرها، قال أخذ يقول رب سائلة يوما من الدهر أين السبيل إلى حمام منجابي. يعني البنت اللي كان بيحبها واللي تفتن بيها واللي كان بيعمل معها دردشة واللي كان بيعكسها، لما نزل به الموت يقول له قل لا إله إلا الله، أخذ يقول رب سائلة يوما من الدهر أين السبيل إلى حمام منجابي. سيدنا أنس لما نزل به الموت أخذ يقول لمن يلقنه، أخذ يقول له لقنوني لا إله إلا الله. ده هو بيموت بيقول لهم لقنوني لا إله إلا الله. شاب حصل له حادث في بلاد الجزيرة العربية، فجي المسعف خلاص فلا الشاب بيموت، فأخذ يقول للشاب قل لا إله إلا الله، قل لا، فأخذ الشاب يقول له مدها يا شيخ، قل لا إله إلا الله. ده الشاب هو بيموت. وأحدهم أخذ يقول الحور العين، الحور العين. أحدهم أخذ يقول رسول الله، مرحبا برسول الله، وهو بيموت. والخواتيم، الخواتيم دي بتيجي منين؟ الخواتيم دي هو سعيك في الدنيا. السعي بيجي في اللحظة دي. فأخذ عبد الله بن مسعود يذكر الله ويناء ويردد آيات وذكر لله سبحانه وتعالى، فصلى عليه خلق كثير ودفن في بقيع الغرقد في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر يناهز 63 على قول، أو قيل أكثر من 63 لكن التحديد غير موجود. فعاش رضي الله عنه منذ أن كان صغيرا لم يجاوز الحلم حتى مات وهو على طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وأن يعفو عنا بعفوه وكرمه سبحانه وتعالى، وأن يحشرنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.